بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هقول لك ازاي تقدر تحذف صفحتك على الفيسبوك بكل سهولة، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. أول حاجة هتعملها تبدأ تفتح صفحتك على الفيسبوك بالشكل ده، يعني ما ينفعش تكون فاتح الملف الشخصي بتاعك، لازم تتأكد إنك فاتح الصفحة. بعد كده تضغط على الثلاث شرطات اللي موجودة على صورة الصفحة بتاعتك من فوق على الشمال، وبعد كده هتبدأ تضغط على ترسل إعدادات. بعد كده هتبدأ تنزل تحت خالص، هتلاقي هنا اختيار اسمه الوصول والتحكم، هنضغط عليه. بعد كده هنلاقي هنا اختيار اسمه إلغاء التنشيط والحذف، هنبدأ نضغط عليه بالشكل ده. هو هنا بيقول لك حدد اختيار، يعني لو انت عاوز تلغي تنشيط الصفحة مؤقتا او يا اما تحدد حذف الصفحة نهائيا، فاحنا طبعا عايزين نحذف الصفحة دي وما تكونش موجودة مرة تانية على الفيسبوك، فهنبدأ نحدد الاختيار التاني بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نضغط على كلمة متابعة. هنا بقى الفيسبوك بيسألك ايه سبب المغادرة، تبدأ مثلا تحدد اي اختيار من دول بشكل عشوائي، مش هتفرق يعني. بعد كده هتبدأ تضغط على كلمة متابعة. هنا بيقول لك قبل الحذف لو في عندك اي بيانات عاوز تنزلها على الجهاز بتاعك، فتبدأ تختار من هنا نقل المعلومات او تنزيل معلومات او حفظ منشورات كانت موجودة على صفحتك. بعد كده هتبدأ تضغط على كلمة متابعة. بعد كده هيطلب منك تأكيد كلمة سر، وبعد كده تضغط على كلمة متابعة، وبكده تكون حذفت صفحتك على الفيسبوك حذف نهائي، ومش تقدر انك تسترد الصفحة دي مرة تانية. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم على طول، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.